اهلا وسهلا بالجميع. النهارده ان شاء الله هنعمل اعاده تدوير لعلب التونه، وهنعملها زي الديكور اللي انتوا شايفينه ده. عملنا افكار بسيطه دي جدا، لو حابين ان انتوا تشوفوها كملوا الفيديو للاخر. لاول فكره معانا هنستخدم كده علب التونه بالشكل ده. عندي طبعا ده قماش الخيش، طبعا لو انتوا مش متوفر عندكم ده تقدروا تستخدموا اي البديل ليه، زي مثلا الرول الاستيكر او الفوم او القماش، اي حاجة انتوا حابينها. وهبدأ كده اني اثبتها على علبة التونة بالشمع، ونبدأ ان احنا نقفل كويس عشان تثبت معانا وتكون كويسة. طبعا انا عملت معاكم كتير على القناة افكار بعلبة التونة، ولو انتوا حابينها تشوفوها اكيد طبعا هتلاقوها في قناتي بالشكل ده. كده طبعا اني انا ببدأ اقفلها. وكمان لو في اي زياديات ببدأ ان انا اعملها كده بالولاعة عشان تبقى متساوية. الفكرة بقى ديت انا كنت حابة ازينها من الخيش، فهبدأ كده اني الف حوالين بالشكل ده. تقدروا طبعا انكم تستخدموا اي زينه متوفره عندكم زي شرايط الدانتيل او الفوم، اي حاجه انتوا حابينها. طبعا بلف بالشكل ده كده وسط الزياده. طبعا دي كانت بتاعت بيكا وانكسرت معايا، فقلت برضه هتعمل معاها، عملتها زي الفوم المقبض كده.
اتاكد ان الرز محمر جدا يقدر نحطه على السماحه. دي كانت اول فكره. تاني فكره بقى هستخدم جبنه خضراء، وعندي تشريط ستان بالطريقه دي كده. طبعا تقدروا طبعا ان تستخدموا يكون عريض، بس انا ما كانش متوفر عندي العريض فاستخدمت جزئين بالشكل ده. هبدا كده اقسم للتزيين برضه كان استخدمت شرايط الدانتيل والشريط الستان ده، وهبدأ كده اني الف حوالينه.